رح نبدأ صباحنا فرحنا اليوم بالحديث عن مفهومي الحزن والفرح بحياة الإنسان، كيف ممكن التفاعل معهم، لأي درجة نحن بنقدر التحكم بهذه المفاهيم بحياتنا اليومية، وكيف بنقرأ هالمفردات والمواقف من ترجمة بحياتنا العملية. مع اختصاصية الوعي الأنثوي مريم عيسى، يسعد صباحك وأهلا وسهلا صباحك، أهلا فيكي. وسهلا. صباحك، صباح الخير وأهلا وسهلا صباح فيكي عن النور، أهلا جديد. وسهلا. يعني مثل ما حكينا بالمقدمة، انفعالات كثيرة من الفرح ومن الحزن، وطبعا تختلف هي الانفعالات من شخص لآخر. خلينا نفهم من حضرتك مفهوم الحزن والفرح شو هو، كيف ممكن التعامل معه من شخص للتاني. تمام. هلا أول شيء بدنا بس نفرق، خليني أقول بالمصطلحات. أول شيء هن مشاعر، يعني الفرح أو السعادة هي مجموعة من المشاعر، اصطلحنا عليها اسم معين إنه حسينا بإحساس معين، فاصطلحنا عليها موضوع الفرح. الفرح والحزن هن، يعني أنا ما بعرف الفرح إلا من خلال يعني معرفتي للحزن النقيض، فهدول النقائد يعني مجموعة المشاعر، بس ثقافتنا نحن كيف نتعامل فيها. دائما عندنا مفهوم، ما بعرف ليش، السعادة مرتبط بعناوين عريضة، يعني أنا ما بكون سعيدة إلا إذا أنا نجحت، ما بكون سعيدة إلا إذا أنا عملت، ما بكون إلا إذا تزوجت، فدائما في عنوان عريض مرتبط بهذا الإحساس لحتى أحسه، يعني شرط، أنا حاطة شرط لحتى أحس بهذا الإحساس. على العكس تمام بالنسبة للحزن، يعني عندنا ثقافتنا كمان كتير حلوة، إنه أنا تفصيل صغير بخليني يومين زعلان، تفصيل صغير بخليني يومين عم بسمع أغاني، فعم وثق موضوع الحزن كتير. بس بدنا نحن نعدل هذا الموضوع، البساطة، يعني البساطة كتير بالجزئيات أو بالتفاصيل اليومية يلي بنعيشها، نسلط الضوء عليها شوي، إنه أنا هون بهي المشاعر هي سعادة، يعني هي نفس السعادة اللي أنا بكون قاعدة مع رفقاتي بمجموعة أصدقاء ومبسوطين وفرحانين، هي مشاعر نفسها. لما أنا بكون مثلا صار نقلة بحياتي، تخرجت أو شيء، هي نفسها مشاعر. المشاعر أنا متخرج بكون بقمة سعادتي، ساعة ساعتين ثلاثة بعدين بتخف، هي بس بننقل موضوع الشرط وأعمل كذا لحتى أكون سعيدة لموضوع التفاصيل اليومية، إنه أنا سعيدة في كمية تفاصيل. يعني انا بتسال الانسان اخر النهار مع انه عاش لحظات كثير حلوه، شلون كان نهارك؟ الحمد لله ماشي الحال. اذا كان مارق بحياته حدث بسيط زعجه، فبتلاقيه عم يحكي عنه لرفقاته وللناس اللي حواليه، بس انه نحن ننقل هي القصه، ننقل ثقافتنا من انه لازم يكون في شرط معين للسعاده، لموضوع انه لا معلش انا بدقق بهي التفاصيل لانه هي اصلا اساس السعاده، يعني تفاصيل يوميه. مريم، يعني انه ما نربط سعادتنا باشخاص او مواقف لنعيش اللحظه بكل تفاصيلها. قصدك خلينا نعرف كيف فينا نتحكم كمان بمشاعرنا بالحالات كلها، انه كان فرح ولا حزن. هلا التوازن مطلوب دائما، يعني انا لما بكون عندي بالذات، نحن خلينا شوي نسلط الضوء على موضوع الحزن لانه هو اللي عندنا فيه مشكله دائما. هلا كيف نحن بنتعامل مع الحزن لما بيكون عندي موقف؟ تعاملنا دائما بيكون بطريقه خطا. اول شغله يعني مو منطقيه، اول شغله نحن شو بنعمل؟ يا اما بيصير عندنا كبت، يعني انا ماني زعلان، انا ماني متضايق هذا الشخص، يا اما بتعامل بيصير عندي موقف او حدث سيء فبروح باتجاه التعميم. يعني انا عندي موقف صار مع رفيق اللي خانني او زعجني او ضايقني، الرفيق بالذات اللي بيكون مقرب كثير وعمل غدر معك، فبتعممي، بتصيري بتحجمي كل علاقاتك مع رفقاتك، بتعممي عليهم كلياتهم. وكمان ممكن يصير في انصهار. يعني كيف انصهار؟ يعني هي المشكلة أنا شملت فيها كل حياتي، يعني أنا صار عندي حالة معينة فأثرت على عملي، ما عاد عرفت أشتغل، أثرت على علاقتي بالبيت، على علاقتي بأولادي، على علاقتي بزوجي، فهذا اسمه تعميم. يعني نحن دائما بننقلها بطريقة يا تعميم يا أما انصهار كامل بالمشكلة، يا أما بقول أنا ما فيني شيء، وهذا كمان خطأ. أنا لازم أعترف أولا أني أنا عندي مشكلة. والمشاعر كمان هون بالنسبة للأطفال بالذات، لما بيجي ولد بيقول لك أنا خايف، نحن بنقول له لا ما في شيء بيخوف، نحن بنروح يعني المشاعر هي شيء موجود، نحن بنروح دائما للمفروض، أنت المفروض تحس هيك، بس المشاعر موجودة. الطفل متضايق أو حتى الكبير، هو الشخص مشاعره بالزعل أو بالألم موجود. أنا دائما أغلب الناس بيجي حدا زعلان أو متضايق، إيه شوف أنت وضعك منيح، شوف أنت مرتاح، شوف وضع، شوف الناس كيف، فلازم أنت يقارنوا، لازم أنت تكون سعيد، هذا اللازم واللي المفروض، بس الحقيقة المشاعر موجودة. فهذا الكبت وعدم الاعتراف فيها بيعملنا مع الوقت شو؟ بتظهر على تراكم ومرض، بيمرض، يعني بدها تظهر اجباري. الشخص الجسم بالذات اذا بتخجلي، ففي اشخاص كثير بيحمر وشهم، فالجسم بيترجم،
وكمان في ناس بتصفر بيقولوا لها بتراقن، يعني معناها الجسم عم بيترجم الإحساس، فالتعب أو التراكم هذا بيطلع على شكل مرض أكيد يعني، وهذا معروف يعني. كمان في نقطة كتير مهمة مريم، كتير من الأشخاص خلينا نقول بيبالغوا بهي الحساسية مثل ما حكيتي، أشخاص ممكن يعيشوا الفرح بكل حالاته وبأعلى صوره، بيعيشوا الحزن كمان بطريقة مبالغ فيها، لكن في نوع تاني من الأشخاص اللي هن عندهم رضا ذاتي، يمكن أبسط الأشخاص تمام. أبسط الأشياء خلينا نقول هي بترضيهم، بتمنحهم شعور بالسعادة، الحدث قد ما كان كبير ممكن هن يهونوه، يتعاملوا مع المشكلة بعقلانية أكثر. فأنت بتشوفي الرضا الذاتي قد ايه بيمنحنا شعور من القوة لمواجهة جميع المواقف، إن كان الفرح الكبير وإن كان الحزن أو المشاكل الكبيرة. هلا مثل ما قلت لك بأول شيء لما حكينا إنه موضوع أنت كيف بتتعاملي مع هذا المفهوم سواء الفرح أو الهي، نحن دائما في بنقول نقطة التوازن اللي هي بالنص، هذا الشخص اللي عنده رضا مثل ما عم تقولي عن ذاته دائما بيلف وبيدور عند هي النقطة، نقطة التوازن، يعني أنا بيكون عندي حدث سعيدة فيه ومبسوطة فيه، حتى السعادة بيقول لك لا تفرح كتير أو شو بنقول نحن الله يكفينا شر الضحك، طب وين الشر بالضحك؟ ما بعرف يعني أنا هذا المفهوم ليش مرتبط فيه. الشخص اللي بيكون عنده رضا وعنده كذا مثل ما عم تقولي عنده نقطة توازن بيوقف عندها بيرتكز عليها، يعني رجوعه دائما إلى لهي النقطة، إنه أنا الشيء اللي عملته أنا رضيان عنه إجباري، هو مدخل للسعادة، مدخل الرضا إجباري هو مدخل للسعادة، وبالمقابل كيف بيتفاعل مع الحزن ما بيعطيها ذاك بحجمه، خلاص انه انا صار هذا الامر بيتجاوزه بيوقف عند نقطه معينه، خليني اقول هي نقطه بدايه، دائما اللي عنده الرضا عن نفسهم وعندهم تقدير لذاتهم بيتعاملوا بهي الطريقه بالتوازن، يعني انا بتعامل مع كل مو بس فرح وسعاده او حزن، اي مشاعر اي حدث بيصير معهم بالحياه حتى ما مرتبط بالمشاعر بتلاقي عندهم نقطه ارتكاز بيرجعوا لها، وهي الرضا مثل ما عم تقولي رضا عن ذاتهم ورضا عن نحن بنقول مرتاح باله. مريم خلينا نحكي شوي عن الأنثى والرجل، يعني دائما الأنثى هي كتلة مشاعر مثل ما بنقول، الرجل عنده سيطرة أو كنترول على مشاعره أو إظهار الحزن أو السعادة بشكل تاني، فخلينا نعرف كيف كمان الأنثى لازم تتوازن خاصة أنه هي بتحس أكثر عندها أحاسيس ومشاعر. هلا هن الاثنين بيحسوا تمام، بس الانثى تبالغ بس الانثى هي بترجع دائما انا بقول باي مشكله بتصير عنا هي بترجع لثقافه التربيه، يعني كيف من احنا نربي دائما بنربي الشاب على انه او الولاد على انه انت بنحجم مشاعره مثل ما هلا كنا عم نحكي انت رجال انت رجال بالضبط، يعني لا تبكي لا، فبينمنع عن التعبير عن مشاعره، بيمنع يعني اذا بيبكي معروفه هي والكل بيسمع ليش عم تبكي انت مو رجال مثلا انت مو زلمه انت مو هيك، او اذا بده يعبر بطريقه حلوه ولطيفه خليني اقول مع الانثى بحياته مما كانت لما بيكون صغير عيب عليك ما بيصير، فدائما بتتحجم مشاعره يعني. ايه فبيطلع عنده كنترول اجباري متمرس عليه يعني، والانثى على العكس انه شو حتى لما بيقولوا انه لا تبكي شو انت بنت، فالبنت اللي عم تسمع شو انه انا مسموح ابكي مسموح ازعل، وبطبيعتهم يعني بطبيعتهم كأنثى ورجل، الرجل عنده يعني عنده تماسك بأعصابه أكثر بكثير من الأنثى. الأنثى يعني هلا النصيحة الوحيدة إنه أنا دائما الشخص لما بيسعى بتطوير ذاته المشاعر ومثل مثل الدراسة، يعني أنا ممكن مرنة لمشاعري دائما بقول إنه الجسم لما أنت بتمرني بتحملي وزن معين هو طاقته هذا الوزن، فبتحملي هذا الوزن بعدين مع التمرين ممكن تحملي أكتر شوي. بالمشاعر أنا بالذات تحديداً بقولوا إنه أنا معلش روح شوي بضغط على نفسي، بالنسبة للأنثى تحديداً يعني بحملها مشاعر زيادة لو مزعجة لحتى أنا اعتاد على إنه أنا شو اتحمل أكتر شوي اتماسك لما بيجيني موقف، طبعاً هذا الموضوع بيكون تمرين متعمد إني أنا أعمله بشان إذا أنا تعرضت لأي موقف كون أنا متجاوزة هذا الإحساس اللي أنا ممكن يعني كمان حسه. بس مريم ما فينا ننكر في أشخاص طبيعتها الذاتية اللي بتختلف من شخص لتاني، شخص نقول عنه أنه هذا كتير بطاقة إيجابية بالحياة طبعا. وبينشر الفرح وين ما بيكون، أشخاص تانيين لا بيعز مواقف السعادة والفرح بتلاقيه أوقات كانن ما عم يقدر يعبر عن هي المشاعر، ده بتشوفي هي الشخصية فعلا موجودة بحياتنا، كيف الإنسان ممكن إنه يكون هو إيجابي بطبعه يحول المشكلة لحدث بسيط بيقدر يتعامل معه. طيب هذا الشخص بيكون عنده شيء خليني أقول لك أنا من وجهة نظري عنده زاوية رؤية مختلفة للأمور، يعني نحن دائما بنقول إنه أنت فكر، هي لأنه أصلا منشأ المشاعر شو المشاعر بتجي من فكرة،
يعني أنا ما بحس هيك فجأة بشيء بدون ما يكون داير براسي شيء معين. هاد كيف بيغير زاوية الرؤية؟ يعني هو عنده مشكلة بيروح بيشوف دغري، بيدور على حل، دغري بيدور على انه بسيطه بتنحل. في اشخاص في مشكله معناها صار في حيط بلوك قدامهم، انا ما عاد فيني لا اشوف ولا اتعامل مع هذا الموضوع. الاشخاص اللي بينشروا غالبا هذا اللي عم تحكي عنه عندهم بقلب المشكله في حل، دائما في حلول ودائما بس بتغيير زاويه الرؤيه. يعني انا كيف بشوف هذا الشيء كمان بيرجع للتربيه او للنشاه الاولى، او هو تدريب ذات ومكتسب ما له فطري ابدا؟ هلا شوفي، التربية أساس بكل شيء. يعني للأسف اللي عم بيصير إنه نحنا عم نتناقل الأساليب التربية، قديش منروح مندرس ومنتعلم، عم نكون ورتانين من أهلنا إجباري يعني. فعم بتفيد التطور شوي اليوم بإنه صرت تشعري إنه الإبن هو اللي بيوجه أحياناً إذا ترك له مجال. يعني التربية طبعاً بتلعب دور أساسي، وأنا دائماً بقول بكل شيء بكل شيء، حتى المشاكل، حتى المشاكل الكبيرة اللي بتطلع مع الأشخاص هي بيكونوا رجعي لها لما منناقش الأشخاص. لأنه نحن المشاعر كيف بنطلعها؟ بنطلعها أنه أنا بناقشك، أنت ممكن ما تكوني عارفاني. في أشخاص ما بتحدد، أنا زعلانة، بتقلي لي ليش؟ بتقلك ما بعرف بس عندي ألم، عندي زعل. في فرق بين الوحدة، الإحساس بالوحدة والإحساس بالخذلان مثلا. في فرق بين في ناس ما عندها، ما بتعرف تميز، كلها لما بتناقشيها بتلاقيها لو وقت كانوا صغار تعرضوا لمواقف معينة هي اللي أثرت فيهم وحملوها ما طلعت. فعلى طول بيجيكي شخص بقى بتطلعي فيه بتلاقيه على طول متشائم، بتطلعي فيه على طول ما عندي مشكلة. حسب يعني كيف تعامل، هو صغير ومثل ما حكيتي مكتسب، طالما مكتسب فأنا ممكن غير وأتعلم وعدله. نعم. خلينا نحكي لك أنا مريم، نحن عم نقول هي المواقف كيف نترجمها بحياتنا العملية ما تأثر علينا سلبا. حتى مثلا إذا بتجيكي حالات معينة، حالات حزن، كيف بتنصحيهم يتعاملوا معها ليطلعوا من الحالة؟ لأنه بنعرف الحزن بيؤدي للاكتئاب. وكمان السعادة كيف ممكن الواحد يتعامل معها بطريقة عقلانية مثل ما قلنا وفعلا متوازنة، يعني كمان ما يبالغ بردات فعله؟ هلا دائما لما بيقولوا للاشخاص انه كون ايجابي، او دائما يعني ما بعرف ليش في مفهوم انه الايجابي معناها انا دائما فرحان ودائما سعيد، وهي لا 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 مو الايجابي، بس مثل ما حكينا بتغيير رؤيه المواضيع. يعني هلا انا كيف بدي اتعامل مثل ما حكيتي، شلون بدي اقول لك، يعني التمرين دائما. الشخص لما بيجي حدا عنده زعل لازم يروح طاقه معينه طبعا. هلا انا اول شغله لازم اروح اعرف جذر المشكله. مثل مدى ما عرفت جذر المشكلة، أول شيء بعترف إنه في مشكلة. في أشخاص مثل ما قلت لك ما بيعترفوا. ثانيا تمييز المشكلة، يعني بالضبط هذا الإحساس اللي أنت حاسه شو هو، شو منشأه. يعني بس تروحي لمنشأ المشكلة أنت بتنحل، بيعرفها الشخص حتى هو نفسه بيعرفها، بتبلشي تناقشي فيها، تناقشي المعتقد اللي سبب له هذا المشاعر. الشغلة الأخيرة بدنا نعرف إنه المشاعر هي عبارة عن، خليني أقول لك شبهها بساعي بريد، هي جاي لتوصل لك شيء معين، توصل لك احساس انا حاسه بشيء معين، بس بدي افهم الرساله منه مشان انا اتعلم. لانه هي حتضل تجي، حتضل تتكرر باشخاص وبظروف وباحوال معينه، بتتكرر كثير لحتى توصلك رساله. هي تعديل فكره او تعديل معتقد انت بداخلك، متى ما عدلتي بتتعدل المشاعر تلقائيا. لانه المشاعر نحن شو بنقول، نتيجه افكار. فنحن بنروح دائما للجذر، جذر المشكلة وين. ودائما بنصح الأشخاص أنه اعترف أنه في مشكلة. في ناس تقول لك لا أنا ما عندي مشكلة وهي كتير عندها مشاكل بهذا الموضوع. طيب دي بتشوفي فعلا هذا التوازن بالمشاعر وقدرة كل شخص على السيطرة، التفاعل وعكس هذا الشيء على حياته العملية فعلا بيسبب له نوع من النجاح والفشل، إن كان بميدان العمل، إن كان بمحيط العلاقات الاجتماعية، وبأي مجال هو موجود فيه؟ طبعا هلأ أنا لما عندي مشكلة اليوم وتجاوزتها، حدا ساعدني، اعترفت مثل ما حكيت فيها، حدا يعني انا كان عندي عوائق قدامي وقامت ببساطه، انا طريقي صار ممهد للنجاح، للسعاده، للفرح، لكل شيء. فكتير مهم، كتير مهم اي حدا بيكون عنده مشكله معينه يدور وينها بالضبط ويعالجها. يعني انا مجرد ما القصص كلها ببساطه بنكتسبها، سواء الحزن او السعاده بنكتسبه، بس المشكله بانه نحتفظ فيه تمام، بس نتحرر منه يعني مو اكثر. أكيد مريم، يعني شكرا لكل المعلومات اللي عطيتينا إياها، وإن شاء الله خلص ما عاد بدنا حزن، بدنا إن شاء الله فرح بيعمل قلوب الكل. شكرا لوجودك معنا. عفوا. أكيد نكرر شكرنا لإلك مريم، نتمنى دائما الطاقة الإيجابية والفرح يكون مرافق كل شخص ويرافقه أيضا النجاح نتيجة هذا الشعور. شكرا كثير لإلك. شكرا كثير.